جديدة من اليوم بنقدم لكم فيها الاير فراير من شركة بلزانو الإيطالية. هيدي الفقرة بميزها إنه هي صحية بامتياز لكل حدا بحب الأكل. ولكن سارة اللي نحن مقدمين اليوم الاير فراير تعمل بتقنية جديدة وهي تقنية القلي عن طريق تسخين الهواء، وهي ما فيها ريحة وكتير سهلة التنظيف، وأهم شيء إنه فات فري. وكمان عم نشوف هون الشكل اللي موجود معنا قديه شكل كتير بسيط كتير صغير. هيدي هي الاير فراير اللي حنتعرف عليها من الماركة الإيطالية بلزانو. عم نشوف هون الباسكت اللي موجوده معنا واللي هي بتجي بمساحه 2 لتر كاباسيتي كثير منيحه. الى جانب هيدا الشيء كمان عم نشوف انه في عندنا زرين للتحكم، واحد خاص بالوقت، وعندنا التوقيت الزر الثاني هو خاص بالحراره اللي بتوصل ل 200 درجه. ما في داعي ابدا لنستخدم الزيت بالمره ولا اي شيء. رقم المنتج هو 564105 مع فرصه الاسبوع خصم 20%. خلينا نبدا هلا ونفرجيكم كيف هيدي الاير فراير بتشتغل وكيف قديش لاي درجه ممكن الاكل يستوي ولكن ولا نقطه زيت. هون انا عندي التشيكن ناجت، حفرجيكم كيف. شوفوا عندي هون ليكي ساره قديش مستويين، وبنفس الوقت ما في هون ولا نقطه زيت. انا هون بس حاعمل سيرفينج وحفرجيكم كيف الدجاج مستوي عندي بطريقه كثير مميزه، وطبعا كله بفضل طريقه التقنيه الجديده اللي هو بيشتغل فيها واللي هي توزيع الهواء او القلي عن طريق تسخين الهواء. كمان فيها شيء كثير حلو ساره انه هي ما بتلزق ابدا بفضل الكوتينج او الطبقه اللي هي مصنوعه منها واللي هي بتحمي الاكل. خليني افرجيكم على السريع بس ساره كيف مستويين عنا الناجتس هون. وين عندي اي كاميرا؟ اوكي، شوفوا عندي الناجتس كيف مستوي بشكل كتير كبير، وهذا اللي بميزه للاير فراير. والحلو انه عم ناخذ نحن كل شيء موجود معنا هو كتير كريسبي، وبنفس الوقت عندنا هيك يعني من دون ما نستخدم نحن الزيت. الشيء الثاني اللي نحن بنحب نحطه هو الفرنش فرايز. عم نشوف هون الفرنش فرايز اللي موجود معنا، هيدي هي الكاباسيتي اللي نحن عم نحكي عنها، كاباسيتي عم نحكي على 2 لتر، بتساع معنا ليكو قديه طالع عنا كل الفرنش فرايز كتير كريسبي. هون عم نشوف الفرنش فرايز موجود مع ليكي ولا نقطة زيت، وطالع عنا الفرنش فرايز كتير كريسبي وحلو. كله هيدا بفضل التقنية اللي هي بتعتمد فقط على الهواء. هيدي التقنية بس قبل حنفرجيكم قديه عنا كل شيء موجود معنا كتير كريسبي. هون كيف عنا كل البطاطا اللي موجوده معنا هي تماما مستويه وكمان كثير كريسبي. كيف بتشتغل هيدي التقنيه رح نحكي عنها هلا بالتفصيل من خلال هيدا الفيديو اللي بيشرح لنا الرابيد اير تكنولوجي. رابيد اير تكنولوجي عندنا نحن جزء اعلى موجود فينا موجود بقلب الفراير واللي هو جزء معدني بياخذ الحراره. المروحه اللي موجوده بتوزع الحراره على الاكل، بهالطريقه بيستوي عندنا الاكل بكل سهوله من دون ابدا اي استخدام. قبل ما نروح على الفيديو يعني قديش مناسب هذا الاكل للاولاد لانه بحبوا المقالي والناجتس والبطاطا. وهون انا عندي اكله من الاكلات اللي كثير بتنصح واللي هي التشيكن وينجز. التشيكن وينجز هون عندي لك كيف مستويه، ونحن عاملينها بباربيكيو صوص لحتى هيك تشوف يعني نكهة. تعطي نكهه وتعطي منظر، يعني بتعرفي ساره دائما الواحد بحب يشوف الاكل الحلو قبل ما حتى يجربه. كرمال هيك يعني لك بدي افرجيكم الكميه الكبيره اللي نحن هون حاطينا بتكفي عائله بكملها، وهيدا اللي بميزها. كمان فيها شيء كثير حلو انه انا لما بخلص لانه سهله التنظيف مثل ما حكينا، مجرد بس ممكن مسحها بالتشو او حتى بدون تشو بقدر دغري احط الاكل اللي وراها بسهوله. ليش؟ لانه هي ما فيها اي زيوت، وبنفس الوقت هيدا الزيت اللي نازل موجود معنا هو من دهن الدجاج من الجلد تاعيت الدجاج، يعني ما في استخدام للزيت ابدا بهيدي الماشين. ليكي هون انا عندي نفس ما غسلتها ما استخدمت شيء، بدي احط الغراض الفاهيتا او المكونات تبعيت الفاهيتا. شوفي هون عم بحط الدجاج الني حتساعدك. اوكي، وهون عندي الخضار مثل ما هو بدي احطه وبدخلها وبحط طبعا لانه هي فيها شيء كثير مميز. شوف هون عندي كلها صارت موجوده بهالطريقه، وهون انا عندي التايم بقدر احدد التوقيت اللي انا بدي اياه، وايضا هون عندي بيحمل حراره ساره لحدود ال 200 درجه مئويه، فهذا دليل قديش بتستوي الاكل بطريقه كثير يعني منيحه. كمان هون عندي مميز فيها واللي هو التوقيت، بقدر احط التوقيت اللي انا بدي اياه.
والحلو كمان السعر اللي عم نشوفه قدامنا اللي اكثر من تنافسي. نحن عم نحكي على اكل ما بنستخدم له ابدا لا داعي لا زيت ولا سمنه ولا بنحط ابدا اي شيء، بتشتغل على تقنيه اللي هي تقنيه تسخين الهواء، وعم نشوف سعر اكثر من تنافسي. يعني فرصه الاسبوع جاي 95 دولار، يعني لتحصلوا على اكل كثير صحي. عم نشوف الشكل كمان قد ايه كثير حلو كثير مرتب، وبتزبط انه نحطها هيك على الكاونتر عندنا بالكيتشن لانه كثير صغير. يعني انت امبارح كنت عم تقولي لي كثير صغيره بنحطها وين ما بدنا، ما بتأيدنا مثل الفرايرز اللي بيكونوا كثير هيك تقليديين او كبار. وبتعرفي ساره نفس حجم التركيش ماشين، يعني انت والكوفي ماشين انت ما بتاخذ محل عندك ابدا بالبيت. هيدي هي الباسكت اللي نحن عم نحكي عنها، لمجرد نحن ما نشيلها عم نشوف الفتحات اللي موجودين من هون واللي موجودين على الجوانب، هن اللي بيسهلوا انه الحراره توصل على الاكل لتغطي كل الاكل والحراره تخلي الاكل كثير مستوي. كل اللي علينا نعمله عندنا هون مثلا بدنا نعمل ستيك لنفترض، بدنا يكون هيك نعمل نكهه جديده ونطبخ بطريقه كثير جديده، بنحط نحن هون كل الخضره اللي بدنا اياها، بنحط الستيك. هيدي هي هون الفتحات اللي انا عم بحكي عنها اللي موجوده واللي بتوصل كل الحراره من تحت الاكل من على الجوانب واكيد من فوق. كل اللي علينا نعمله انه نحن بنحط هون المشين، سوري، بنحط الباسكت. بعد ما حطيناها هي كاباسيتي 2 لتر بكل سهوله، بنسكرها منحط الحرارة اللي بدنا إياها تحت، ومنحط نحنا التوقيت اللي نحنا بدنا إياه. الحرارة منرجع منذكركم إنها بتوصل هي ل 200 درجة، وعنا التوقيت طبعاً أنت بتوصل لكم إرشادات كيف الأكل قدي بده وقت وكمان كيف بده يستوي. يعني هي مميزة ومناسبة لكل حدا إن كان عزابة أو حتى في عائلة بالبيت. ليش؟ لأنه هي سريعة، تطبخ الوقت بشكل كتير سريع، مش بس مقالي وأكل وناجتس وما أعرف شو، كمان سويت. هون حفرجيكم سارة كيف تقدر تعملكم قبل السويت. لحظة أنا استعجلت على السويت. هون عندي ليك الكمية الكبيرة من المحطوطين عندي السمبوسك، ليك ما أحليون. شوفي هون بدي فرجيكي، حتى هي كريسبي يعني فيها عجينة يعني محمصة بطريقة كتير منيحة وبدون ولا نقطة زيت. بتعرفي لما نحن بنقلي السمبوسك شو اكثر شيء بيضايقنا؟ بس نحن ناكل السمبوسك بنلاقيها يعني الزيت بقى طلع الزيت منها، ضايقنا اثناء الاكل، وخاصه بفتره رمضان نحن كثير بنعتمد على هيدي الاكلات واكلات السمبوسك. هون بدنا نفرجي قد ايه هي كريسبي، محمصه بشكل كثير كريسبي، كل شيء مستوي بقلبها، ما في ولا نقطه ولا طعمه لا الزيت، وحاصلين نحن على الكريسبي. اذا في ستات بيوت بحبوا انه اللون يكون شوي هيك شايني او يكون شوي جولدش، فيها تعمل برش كثير خفيفه مزبط على السمبوسك وبتحصل على هيدا الشيء. شو رايك نرجع نذكرهم كيف بتشتغل هيدي التقنيه؟ خلينا نذكرهم كيف بتشتغل تقنيه الاير فراير من بلزانو الايطاليه، اللي هي بتشتغل بطريقه تقنيه كثير متطوره، وهي عن طريق الالي ولكن بتسخين الهواء، وفيها ديسك خاص فيها للماشين من الداخل اللي عم نشوفه هلا على الهواء، بيوزع الحراره على كامل الاكل. يعني ساره نحن ما حنخاف انه شيء يستوي وشيء ما يستوي بالاكل، بالعكس كله حيستوي بنفس الوقت، وايضا بغير هيك انه عم تعطيكي النكهه الطيبه وصحيه، وغير هيك عندي كميه كثير كبيره. هلا ننتقل هون للسويت لان استعجلت عليه قبل شوي. انا هون عندي خليني هيك اوكي تمام، هون عندي المفاجاه وهو البراونيز. يعني بتتخيلوا براونيز بقلايه اكيد ما حدا بيتخيل براونيز بمقلاية، ولكن خليك تبري ايدك لانه شوي سخنه. هي سخنه بس انا بدي فرجيكم. شيل الورقه. اوكي ها بدي فرجي انه لانه نحن طبعا حاطين فيها الورقه، ليك الحجم اللي بيقدر ياخده. يعني طبعا كل واحد على حسب قديش بده، عم نحكي على 2 لترز مزبوط. وهون على السريع بس حفرجيكم كيف مستويه تماما من جوا. الحلو كمان انه نحن عم نحكي على كاباسيتي موجوده بقلب الباسكت واللي هي 2 لتر، عم نحكي الباسكت اللي موجوده معنا. شوفي يا ساره كلياتها شوكليت، واو. كمان عم نحكي نحن على الغطاء اللي موجود هو من الالمنيوم، هيدا الغطاء ما بيخلي ابدا اي شيء يلزق.
الحلو انه ما تكون كثير، يعني بالعاده نحن البراونيز بحاجه انه نخبزها بهالطريقه من خلال بلزانو اير فراير، بتحطوا شو ما بيخطر على بالكم من الاكل، لانه طريقه الطبخ هي بتكون من خلال توزيع الهواء السخن على الاكل من دون الحاجه لا للزبده ولا للزيت. كمان صحتي. كمان بس بدي اقول لهم ساره انها مستويه وبنفس الوقت كرانشي، وهذا المطلوب دائما بالبراونيز، بتكون من طبقه من فوق مستويه ومن جوا طبقه من فوق محمصه ومن جوا مستويه، وهذا اللي بيميز الاير فراير. فاذا كمان الحلو انه نحن الماده اللي موجوده جوا هي من الالمنيوم، كمان ماده غير لاصقه، يعني في ناس بتفكر انه لازم نحن بحاجه ببعض الاكل مثل ما عملنا مثلا الستيك او البصل، مجرد ما نحط البصل يمكن على الالمنيوم عندهم فكره انه ممكن تلزق. الهواء السخن والمروحه اللي بتكون موجوده من جوا بتخلي كل هيدا الاكل يوصل له الحراره من دون ابدا ما يلزق او الحاجه نحن نحط الزيت. رح نرجع نذكركم ببلزانو اير فراير شو هي المحتويات، بتجي لكم الماشين اللي انتم عم بتشوفوها، شكلها كثير حلو وانيق، ممكن تقعد معنا على اي كيتشن كاونتر بطريقه كثير مرتبه، وكمان طريقه استخدامها سهله. عندنا هون الباسكت اللي موجوده بتجي بمقاس 2 لتر ومنا معقده، عندنا بس هون مفتاح خاص للوقت، وكمان هون عندنا مفتاح خاص للحراره. وحتى ساره شوفي شكلها شو حلو، كثير مرتب ولونها مناسب لكل انواع الديكورات، شو ما كان انت لون المطبخ عندك مناسبه، حتى حلو كثير لهديه لعروس هيك جديده، كثير حلو مناسبه حتساعدها كثير بالبيت. والحلو هون عم نشوف انه نحن عم نطبخ فيها ولكن ما في ابدا اي حراره بتوصل لبرا، فهي كمان كثير امنه اذا يمكن السيده عم تطبخ ابدا ما توصل الحراره. وكمان الحلو يعني مختلف انواع الاكل اللي نحن فيها نعملها. بالعاده لما نحن بدنا نعمل الشريمبس او القريديس شو بنضطر نعمل؟ بنضطر انه نحن مثلا نقليه بالزيت، ولكن هون بدنا نشوف انه نحن كيف فينا نعمل العديد من الاشياء من دون الداعي لحتى نستخدم الزيت، وهيدا بفضل تقنيه توزيع الهواء على الاكل. وحتى في مشكله دائما بكل شيء سي فود او اكل بحر بيطلع ريحه ساره بالقلي، فهيدي هون انت ما عندك ريحه ابدا لانه كله عم بينعمل جوا، يعني كله عم بيتم توزيعه قليه والحراره وكلها داخل هيدي الاير فراير، ولكن قديش مستويين. مصبوط. وبنفس الوقت حتفرجيه هون قديش مستويين، وبنفس الوقت قديش كميه كثير كبيره وحاطين معها خضره وكل شيء. وعم نشوف هون نحن انه القريدس اللي موجود معنا هو مستوي تماما، هون رح نفتح القريدس، مستوي عندنا القريدس تماما فقط من خلال الحراره السخنه. في شغله منك الناس اللي بتحب السي فود. في شغله كمان بدنا نفرجيها هون انه كمان فينا نعمل مثلا هون كوثر، حطيت مثلا البراوني، عندنا هون الباسكت موجوده ما بيعلق فيها ابدا اي ريحه، بالعكس هيدي هي الباسكت، كل اللي السيده عليها تعمله تحط الفلافل. كنا بنعرف هون انا شوي هذا تحدي الفلافل، قد ايه بحاجه نحن لنحط كميه كثير كبيره من الزيت لحتى نحن نقدر نقلي الفلافل، ومشكلتهم مثل السمبوسك بغبوا كثير من الزيت. مزبوط، لازم تحطيهم يعني باكثر من لتر يمكن زيت لحتى ياخذ ينقلي بطريقه كثير منيحه. مزبوطة، هون بنشوف بنحط نحن كل الاكل اللي بدنا اياه، الكميه طبعا اللي نحن بنختارها، بعد عندنا مجال ل 2 لتر بكل سهوله منحطها. عنا بنرجع منذكركم مفتاح خاص بالحرارة بيوصل ل 200 درجة، وعنا كمان هون مفتاح خاص بالتوقيت مع فرصة الأسبوع 95 دولار. انت ملاحظة انه سعرها كتير هيك يعني قليل بالنسبة للشكل اللي هي والحجم والمكونات اللي بتعطيك إياها، لكن قدمنا لكم من شركة بلزانو الإيطالية هالإير فراير الممتازة واللي بتناسب كل سيدة بالبيت، رقمه 564105 كل حدا حابب يتصل وايضا يحصل عليه. وما تنسوا رقم المنتج كثير مهم ليساعدكم ويساعدنا. خليكم رجع لكم بعد شوي فقرات مميزه. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.